جا الحجيج لربهم تهليلا وتوجهوا بقلوبهم تبتيلا ساروا لمكة والفؤاد سرى بهم والقلب صار موجها ودليلا تركوا ملذات الحياة وأقبلوا لله صوتا واحدا تبجيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الكريم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في اليوم السابع من ذي الحجة، نحن نستعد الآن لأداء المناسك، نستعد الآن لأداء الفريضة. أنتم قدمتم من كافة بقاع الأرض من أجل أداء فريضة الحج، أهلا وسهلا ومرحبا بكم حجاج وضيوف بيت الله الحرام. أبنائي الكشافين، هذه الحلقة سأتحدث فيها عن كيف نستطيع خدمة الحجاج. غدا سيبدأ يوم تروية وسيكون هناك ضياع للحجاج، لابد أن نكون مستعدين استعداد كبير من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام. كلنا نعلم أن الدولة ممثلة في وزارة الحج والعمرة تقدم خدمات كبيرة وتنظم كل كبيرة وكل صغيرة من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام، لكن لابد أن تكون هناك هفوات، ولابد أن تكون هناك بعض التقصير، ليس من الوزارة وإنما من الحاج. قد يخرج الحاج من الخيام المخصصة ليتفقد المنطقة فيضيع، علينا أن نكون مستعدين لخدمته. الحمد لله الخرائط حسب علمي إنها جاهزة، الأجهزة جاهزة، الإمكانيات متوفرة. الكشافة في جمعية الكشافة السعودية وفي اتصال مع أخي سعادة الدكتور عبدالله الفهد أكد لي أن كل شيء جاهز من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام. نحن اليوم في اليوم السابع، غدا سيكون حجاج بيت الله الحرام بعد صلاة الفجر الكل إن شاء الله متواجد في منى، فنحتاج وقفة كبيرة من أجل خدمة الحجاج، نحتاج تنظيم دقيق من أجل خدمة الحجاج. هؤلاء ضيوف بيت الله الحرام، كيف نخدمهم؟ تدربت وتعلمت ودرست خلال الأيام الماضية كيف نخدم حجاج بيت الله الحرام، كيف نؤدي خدمة لهم. زي ما قلنا لابد أنه نستمع للحاجي، نعرف الحاجي هذا، نعتمد اعتماد كلي على الإسورة التي في يده. كل حاجي، نحن نشكر وزارة الحج والعمرة على أنها ألزمت حجاج الداخل وحجاج الخارج، كل حاجي لابد أن يكون معه إسورة. هذه الإسورة ممغنطة، نستطيع من خلالها أن نعرف كل معلومات المخيم. قد يأتي إليك حاج لا يتكلم اللغة العربية، فلا تتعب حالك، نرجع للإسورة الموجودة في يده ونعرف منها كل المعلومات الموجودة، تقرأ وناخذ ونوصله للمكان اللي هو يحتاجه. وزارة الحج ألزمت حجاج الداخل وحجاج الخارج وكل مؤسسات الطوافة إنه لابد أن تكون لدى الحاج إسورة. أنا أرجو من حجاج بيت الله الحرام الاهتمام بهذه الإسورة، تساعدونا كثيرا من أجل خدمتكم، ساعدونا كثيرا من أجل أداء راحتكم. يعني تخيل لو جاء حاجي الإسورة هذه ما هي موجودة في يده، كيف حقدمه؟ حضطر أسأله، أسأل عن الجنسية، أسأل عن كذا، أسأل، أضطر أتصل. خلينا نقول الحاج هذا مصري من جمهورية مصر العربية، أضطر أسأل مؤسسة الحجاج العرب، الحجاج المصريين ساكنين فين وكم مكاتبهم؟ طيب هل عندك إمكان تديني فكرة إنه الحاجي اللي جاي من منطقة اسمها المنصورة فين ساكنين؟ تخيل أخي الحاج على بال أتصل وعلى بال أسأل وعلى بال أجمع معلومات وعلى بال ده حتنتظر ساعة أقل حاجة، بينما لو الإسورة موجودة في يدك لن تنتظر أكثر من دقائق.
أرجوكم أرجوكم أهتموا بالإسورة، أهتموا بالإسورة الموجودة في اليد، لأنه بها كل المعلومات، والمعلومات ممغنطة، ممكن عن طريق الجهاز نعرف كل شيء من غير ما نسألك. فأنتم أبناء الكشافين، أبناء الجوالة، لابد أن نستعد لكل شيء. حاجي ضاعت إسورته، كيف نتعامل معه؟ حاجي مع إسورة، كيف نتعامل معه؟ حاجي انتهى من المستشفى ويبغى يروح مخيمه، كيف نوصله؟ أبناءكم الكشافين يا حجاج بيت الله الحرام موجودين في كل مكان، في كل مكان. الحقيقة أنا كنت في مكة المكرمة وحول منطقة الحرم، وجدت رجال الأمن معاهم أجهزة زي البخاخات ماسكينها ويرشوا على الحجاج يلطفوا الجو. في ساحة الحرم هناك مراوح كبيرة ضخمة جدا ترسل رذاذ للحجاج لتلطيف الجو. تخيلوا، هذه كلها خدمات من أجل راحتكم. وجدت رجال أمن يحملون أطفال على أكتافهم من أجل ضاعوا، فبينتظر أنه تجي والده أو والدته أو يجي أحد من الكشافين يأخذوا يوصلوا لمركز إيواء الأطفال التائهين. يعني كل شيء ميسر الحمد لله. أرجوكم يا حجاج بيت الله الحرام، تفرغوا للعبادة، تفرغوا للدعاء، تفرغوا للصلاة، لقراءة القرآن. أدعو الله أدعو الله، أنتم في أيام فضيلة، في أيام عظيمة، في وقت عظيم. أدعو الله أدعو الله سبحانه وتعالى لكم، لأبنائكم، لأحفادكم، لأقاربكم. استغلوا كل وقت من أجل الاستفادة من الدعاء. الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. أكثروا من الدعاء في هذه الأيام. حجاج بيت الله الحرام، أنتم صرفتم الغالي والنفيس من أجل أن تأتوا إلى مكة وتؤدوا مناسك الحج. أشغلوا نفسكم بعبادة الله، لا تشغلوا نفسكم بأمور الحياة، لا تشغلوا نفسكم بالأمور الثانية، خلوكم متفرغين للعبادة. تفرغوا للصلاة، تفرغوا للعبادة، تفرغوا لأداء الواجبات الدينية. أكثروا من قراءة القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث قدسي: أتلوا القرآن فإن الله يؤاجركم على كل حرف 10 حسنات. إني لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، إنما الألف حرف واللام حرف والميم حرف. أكثر من قراءة القرآن، أكثر هذه الأيام. أدعو الله، الدعاء الدعاء يا حجاج بيت الله الحرام. نحمد الله سبحانه وتعالى، كل شيء ميسر، كل شيء مجهز، كل شيء مرتب. تخيلوا أنه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية أطال الله في عمره، هو من يرأس كل كبيرة وصغيرة، يسأل عن كل كبيرة وصغيرة من أجل راحتكم، من أجل خدمتكم، يوجه كل الجهات، كل الإدارات، كل العاملين في الحج من أجل راحتكم. فلذا لابد أن نهتم بعبادتنا وبصلاتنا. الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا في هذه الأيام، تزودوا بالقراءة، بالصلاة، بالنوافل، بالدعاء، بالعبادة، بأشياء كثيرة تكسب منها حسنات. وأنتم أبنائي الكشافين، أرجوكم أن تكونوا على أهبة الاستعداد. غدا سيبدأ المحك الرئيسي لعملكم، غدا سيبدأ العمل الرسمي. كذلك أنا أشكر الحكومات التي أحضرت معها جوالة وقادة ضمن بعثات الحج، نشكرهم جزيل الشكر. وأكرر وأؤكد من برنامجنا هذا أني أطلب من معالي وزير الحج والعمرة أن يلزم بعثات الحج بأن يكون ضمن البعثات جوالة. وهؤلاء الجوالة، الاتحاد العالمي للكشاف المسلم مستعد أن يقوم بالتنسيق بينهم وبين الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية وجمعية الكشافة للاستفادة من الخرائط، للاستفادة من المعلومات اللي موجودة من أجل خدمة حجاجهم فقط، حجاجهم فقط. أكرر، أرجو من أبناء الكشافين الاستعداد 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 من أجل خدمة الحجاج.
غدا سيكون يوم التروية إن شاء الله، وأنتم في أهم في أمس الحاجة من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام. أشكركم جزيل الشكر والتقدير، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يقبل حجنا وأن يقبل دعاءنا وأن يكرمنا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجه الحجيج لربهم تهليلا، وتوجهوا بقلوبهم تبتيلا، ساروا لمكة والفؤاد سرى بهم، والقلب صار موجها ودليلا، تركوا ملاذات الحياة وأقبلوا لب لله صوتا واحداً.